تحية طيبة مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى برنامج مواطنا اليوم الذي نناقش في حلقته هذا الاسبوع واقع السلامة الطرقية ببلادنا على ضوء اخر المستجدات. ما هي القراءة الممكنة للمعطيات المتوفرة حول نزيف الطرق؟ هل الأرقام المعلنة تعكس فعلا تحسنا مهما بهذا الصدد؟ هل أضحت الحكومة تملك تصورا واضحا بخصوص معالجة هذه الآفة؟ وما السبيل إلى تغيير سلوك مستعملي الطريق باعتباره السبب الرئيسي في حوادث السير؟ وما هي ملامح مخطط العمل على المدى القريب والمتوسط من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية؟ أسئلة من ضمن أخرى نطرحها على ضيوفنا الكرام. الأستاذ عز الدين شهيدي، رئيس قسم السلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، مرحبا بك أستاذ الكريم. مرحبا سي يوسف. ويشارك معنا أيضا في هذا النقاش الأستاذ عبد المنعم محسني، عضو لجنة الدراسات الحزبية بحزب الاتحاد الاشتراكي، مرحبا بك أستاذ الكريم. مرحبا، شكرا. ويسعدنا أن أستضيف أيضا القائد محمد بوحلوش عن قسم المرور والسلامة الطرقية بالمديرية العامة للأمن الوطني، مرحبا بك سيدي الكريم. شكرا. وأخيرا وليس آخرا الأستاذ يونس أبو السباع، رئيس اتحاد جمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، مرحبا بك أستاذ الكريم. شكرا. مرحبا بكم جميعا. شكرا. في هذه الحلقة السلامة الطرقية بلادنا الحصيلة وقراءة أيضا في آخر المعطيات المتوفرة بهذا الصدد، سنناقش هذا المحور بعد متابعة هذا التقرير. عن تحسن في المؤشرات أفصحت حصيلة حوادث السير لسنة 2014، حيث تم تسجيل بعض الانخفاض في منحنى من فك يتصاعد لسنوات. خلال السنة المنصرمة سجلت نحو 69 ألف حادثة سير، منها 2958 حادثة مميتة، أرقام مفزعة حملت في طياتها انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع 2013، انخفاض في عدد الحوادث ب 0.27% وفي عدد الحوادث المميتة بناقص 6.4% وفي عدد القتلى بناقص 8.74% وبناقص 14.81% في عدد المصابين بجروح بليغة. الأمر يتعلق بالحفاظ على أكثر من 700 وفاة خلال الظرف ديال 3 سنوات، وأعتقد هذا الرقم ديال 700 وفاة أو أكثر يعني خلال 3 سنوات هو معطى جد إيجابي اللي كيبين أنه ربما هذه المقاربة التشاركية التحفيزية التثمينية أدت النتائج ديالها، ونتمنى من طبيعة الحال أن نواصل هذا المسلسل ديال تحسين ديال مؤشرات السلامة الطرقية في بلادنا. عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير وتقليص عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة، من الغايات التي استحدثت من أجل بلوغها الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية، والتي امتدت على مدى 10 سنوات واعتمدت على مقاربات متعددة. مقاربة متعددة، مقاربة اللي هي مرتبطة أساسا بتقييم السلوك، ولكن أيضا مقاربة اللي هي مرتبطة بإشراك الجميع المجتمع المدني أساسا، وأيضا مقاربة اللي هي مرتبطة بتعميم وسائل ديال التحسيس على جميع المنابر المكتوبة والمسموعة والمرئية والقنوات الاجتماعية إلى آخره. هذا اللي جعل على أنه اليوم بالفعل ما بقاتش المسألة ديال السلامة الطرقية مسألة وزارة إدارة اللجنة الوطنية، وإنما الآن ولا جميع كل مواطن تيحس على أنه يمكن يقدم شي حاجة لهذا السلوك، وتنتصوروا على أنه هذا الروح ديال المواطنه الجديده اللي استطعنا خلال 10 سنوات ان نحدثوها هي اللي بالتضافر للجهود ديال الجميع استطاعت توصلنا للنتائج اليوم. وعلى الرغم من ان الجهود المبذوله في السنوات الاخيره ارتكزت في جانبها التواصلي على التاثير المباشر على سلوك مستعملي الطريق وتاطيره، تشهد الطرقات المغربيه يوميا حوادث سير مميته ترجع اغلبيتها الى العامل البشري. كما أن نحو 78% من ضحايا حوادث السير داخل المدار الحضري هم من عديمي الحماية، أي من الراجلين ومستعملي الدراجات. دائما 3 ديال العوامل اللي تدخل في حادثة السير، كاين العامل البشري، كاين العامل ديال البنية التحتية، وكذلك العامل ديال العربات. إلا أن في المغرب لقينا بجميع الدراسات اللي تقوموا بها تلقوا بأن العامل البشري توصل حتى 90%، وهذا جد خطير لأن مقارنة مع الدول المتقدمة ما تتجاوز 65%، وبالتالي تنحاولوا نقوموا ماشي بالحملات، نقوموا بالدراسات اللي من أجلها تأطير سلوك مستعملي الطريق بالمغرب. تواصل، مواكبة، مراقبة وزجر، تعددت الوسائل والاستراتيجيات والغاية المرجوة ما تزال بعيدة المنال.
عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير خلال السنة الماضية، ما هو إلا خطوة على درب رهانات أكبر تتطلب جهودا أكثر لربحها. تحقيق السلامة الطرقية والحد من النزيف على الطرقات المغربية. التقييم إعداد الزميلة فاتحة وعلي. دمعك أستاذ شاهدي، يبدو أنكم راضون عن المؤشرات الأخيرة المتعلقة بسلامة الطرقية، وعلى ما يبدو مؤشرات مشجعة. هل هذا بالنسبة إليكم يبعث على التفاؤل بمستقبل السلامة الطرقية ببلادنا؟ شكرا سي يوسف. أولا كنشكر ميديا أن تي في على الاستضافة اللي كتصادف التخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، وهذه المناسبة فهي مناسبة اللي كنقدموا فيها النتائج كيفما كانت نتائج إما جيدة حسنة أو لا بأس بها، أو ربما كتكون نتائج اللي ما كتكونش مرضية، ولكن المهم أن هذه المناسبة كتخلينا أننا نوضع اليد على مكامن القوة ومكامن ربما ما نقولش الضعف، ولكن المكامن التي والمسائل اللي خصنا نزيدوا نخدموا فيها. بالنسبة للمؤشرات ديال حوادث السير، نبغي نشير بأن وزارة التجهيز والنقل مع جميع الشركاء أننا كنشتغلوا باستراتيجية مقاربة، هي استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية، وهذه الاستراتيجية جات منذ 2003 وفيها عدة محاور، فديك المحاور هي اللي كتخلينا اننا اما كنتاجهو مثلا، ولكن ماشي محور واحد اللي غادي يعطينا نتائج، ولكن كاين عده محاور، كاين 9 المحاور. نذكر مثلا كاين العقوبات والمراقبه، ولكن ماشي العقوبات المراقبه هي اللي غادي تعطينا نتائج، ايضا التحسيس خاص هذاك 9 ديال المحاور خصنا نخدموا في 9 المحاور، ولكن اون دوزي خصنا نشوفوا فين نقدروا نربحوا ارواح كثيره. مثلا عندنا 3000 روح اللي كتمشي مثلا في 2013 3800، هاد السنه نزلنا 3300، دونك نتائج زعما راه روح وحده، حنا عندنا مهمه. اما باش نقضوا 300 روح في سنه واحده وفي 3 سنوات 700 روح، ف تنظن انها نتائج كتخلينا نقولوا بان راه غاديين في المسار الصحيح، ولكن خصنا نزيدوا نعملوا. استاذ يعني ماشي هي المره الاولى اللي كتسجلوا فيها يعني تحسن في مؤشرات السلامه الطرقيه، ولكن المشكل في المغرب والتجربه علمتنا بانه يعني كل ما كان تحسن ما نلبث ان نعود الى القاعده اللي هي نزيف الطرق. مش ما كاينش التخوف هذا؟ لا لا، نرجع للاستراتيجيه فيها هدفين، هو عكس الاتجاه التصاعدي والانخفاض المستمر. خصنا نحافظوا على الانخفاض، الا مشينا في الانخفاض المستمر راه نكونوا نجحنا. الانخفاض العكس الاتجاه التصاعدي كان انخفاض، كان العكس ديال هذا الهدف وصلنا له. فإلا خدنا من ذاك نسبه الارتفاع اللي كانت ب 5% كل سنه، كنا غادي نوصلوا لهاد السنه ل 6200 قتيل كون ما كانش الاستراتيجيه. ومع ذلك كان غيكون حدث عادي بالنسبه للمغاربه، ربما غادي يكون تعودنا على المسائل. لا ولكن 6000 قتيل ماشي هي 3000 قتيل تقريبا، قبل 4000 هي قبل 6000 زعما. لا لا لا، ولكن خصنا نمشيو في اتجاه اننا نحسنوا. الا غادي وصلنا لهاد السنه 3000 خصنا يكون عندنا واحد هدف على المدى القريب كما قلتي والمتوسط والبعيد، اننا ربما عندنا الهامش، باقي عندنا الهامش. ناخذ غير مثلا عادمي الحمايه، مستعملي مثلا راجلين واصحاب الدراجات العاديه والناريه، كاينين تقريبا واحد 2000 قتيل. تصور معايا 2000 قتيل، كنوجدوا تقريبا 900 قتيل داخل المدن و1000 قتيل خارج المدن. اذا هنا كاين الهامش ديال العمل. غادي نجيو لهذه النقطه فيما بعد، لانها مهمه هذه المساله ديال الدراجات الناريه. اذا سمحتي المؤشرات، بالنسبه للمؤشرات اللي كنقولوا ناقص 8% سنة 2013 وناقص 8% سنة 2014، فكاين ذاك الهدف اللي كما قلت لك هو انخفاض المستمر، وهذا هو الأساس. هو هذا الأساس. طيب أستاذ محسن، سمعت إلى هذا الكلام، يعني هل يمكن القول الآن بأن الحكومة أخيرا يعني أمسكت بالخيط الذي سيقودنا في نهاية المطاف إلى التخفيض أو احتواء نزيف الطرق ببلادنا؟ في هذا الإطار الأخ يوسف، لابد أن أشير أن الاستراتيجيات الاستئجارية المندمجة للوقاية أو السلامة الطرقية لم تكن وليدة اليوم، بل هنالك تراكمات
كانت منذ سنة تقريبا 2001. فهناك على ما أعتقد ثلاث مخططات استراتيجية استعجالية للسلامة الطرقية. ولكن كانت تعطي مفعول دائما، يعني هناك خط تصاعدي دائما. خط تصاعدي هذا 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 لا نشك فيه. وأنت قلت بأن الأمر ولا بد أن يكون هناك تراجعات. نحن نأمل أن يكون هناك انخفاض وأن تكون النتيجة أو النتائج المنشودة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية لابد أن تكون أن تتجه نحو الانخفاض، ولكن لابد أن نؤكد على أن القول بأن الحكومة حاليا حققت انخفاض على مستوى حوادث السير المميتة بالحفاظ على 300 أو ما يناهز 330 روح، هذا أمر نحن نقول أيضا أن روح واحدة إنسان واحد لإنجاز. هذا إنجاز، ولكن لابد أن نؤكد لا يجب على الحكومة أن تقول بأنها هي من حققت هذه النتائج، بل هنالك تراكمات لابد أن نؤكد على أن هذه الاستراتيجيات هي ليست وليدة اليوم، بل كانت منذ عهد حكومة 2001، والمنشور راه معروف عند سي عز الدين أنه منذ سنة 2001 والاستراتيجية للسلامة الطرقية كانت متبنات. إلا أن ما نؤكد عليه في هذا الإطار باعتبار حوادث السير هي معضلة مجتمعية خطيرة لما لها من إنكاسات اجتماعية وإنسانية واقتصادية تؤثر على تماسك النسيج الأسري وكذلك على البناء المجتمعي وكذلك تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني والجاذبية الاستثمارية والسياحية. لابد أن نؤكد على أنه كيفما كانت المخططات والاستراتيجيات الحكومية وكذلك الجهود الجماعية المبذولة، فإن النتائج الإيجابية المنشودة على مستوى المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية رهينة بالاستجابة التطورات والتحولات التي شهدتها المملكة المغربية والتي تشهدها في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتجهيزات والبنيات الأساسية إلى غير ذلك، وخاصة كذلك التحليل باش نفهم فين كتلوموا الحكومة بالضبط في هذه المسألة هذه؟ نحن نتائج مشجعة. أنا جايك سي يوسف، بالنسبة للحكومة حاليا أنا جايك باش نعطيك تسلسل ديال الأفكار كيفاش باش نقدم لك القناعة على أن الأمر لا يتعلق فقط بنتائج وإنما يتعلق بممارسة سياسية في هذا الباب في السلامة الطرقية. نحن في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدمنا مقترحا هاما وجدا ويجب على الحكومة أن ترائه باستعجال لأن الأمر يتعلق بأرواح الناس. مقترح يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تأخذ بجميع الأساليب والمعايير والصيغ التدبير العقلاني والحكامة الجيدة وأيضا التعبئة القوية للموارد المادية والبشرية من أجل التخفيض من أرواح الناس ومن أجل التخفيض من حوادث السير. في هذا الصدد أود أن أقول لكم على أنه الأمر ليس فقط بنتائج تقنية هي محمودة بالنسبة لنا أن تنقذ أرواح الناس، ولكن للبلوغ إلى النتائج المنشودة لا بد من أن يكون هنالك تخليق سياسي، لا بد أن يكون هنالك حق الآخر في المبادرة. لا أن نعترض على حق الآخر في المبادرة، مثلا المقترح الذي يهدف من ورائه الفريق الاشتراكي إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تحل محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، أن نعترض على هذا المقترح بدعوى أن الحكومة لها مشروع وأن ننتظر وأن تبدر أموال الناس من حقها هي التي ستحاسب نهاية المطاف. لا، لا، حتى المؤسسات التشريعية لها الحق في التشريع. بالعكس بالعكس، التشريع من أصيل اختصاص ووظيفة أصيلة للبرلمان. طيب غادي بقي أود نقطة أخي باختصار لابد أن أؤكد على أنه نعود للمناقشات التي تمت في البرلمان. نجد على أن الحكومة تتبجج بأنها قد قدمت هذا المشروع السلامة الطرقية لمكاتب الدراسات، والأحرى أن وزارة التجهيز فيها أطر عالية وكفاءات عالية، بل أكثر من ذلك
في الفريق الاشتراكي اشتغل الفريق الاشتراكي على هذا المقترح وقدم للحكومه، ولكن الحكومه تعترض. لماذا؟ طيب باقي غادي نبحثوا على الجواب ديال هذا السؤال. استاذ بوحلوش، ما هو موقع وحظ المديريه العامه للامن الوطني في هذه النتائج المشجعه اللي الان نحن بصددها؟ شكرا استاذ يوسف، كذلك من جديد كنشكركم على الدعوه. مرحبا. بخصوص كما كتعرفوا ان المديريه العامه للامن الوطني فهو كجهاز تنفيذي يعمل في اطار استراتيجيات الحكومه اللي كتسطر الحكومه. وطبعا كما كتعرفوا ان المدير العام الوطني كتشتغل على مجال السلامه الطرقيه، وبما ان اولويه حكوميه اولويه، اذن فهي اولويه ديال المدير العام الوطني، وتهي كتوضعها في نفس الميزان مع محاربه الجريمه، لان بين قوسين راه نوع الجريمه بان يعني يزهق ارواح كذلك جروح بالغه في الطريق العام. اذا المدير العام الوطني كتعمل بجوج ديال الصفات، كاين المجهودات على المستوى المركزي، وكاين مجهودات على المستوى المركزي او على مستوى الولايات وتقطيع يعني المحلي. على المستوى المركزي كنعرفوا ان المديريه العامه الوطني فهي يعني شريك وشريك فعال في اللجنه الوطنيه للوقايه من مدينه السير، كذلك عضو فعال في اللجنه المركزيه لتبع عمليات المراقبه والعقوبات اللي كان بشراكه مع وزاره النقل والتجهيز والفرقاء الاخرين، كذلك عضو فعال في اللجنه الدائمه للسلامه الطرقيه. وهاد الثلاثه ديال لي زانستونس هما اللي كيحددوا يعني او كيوجدوا المدى قابليه الاستراتيجيه ديال الحكومه انها تنفذ على ارض الواقع. كذلك عضو جد فعال في اللجنه المشتركه بين الوزارات للسلامه الطرقيه اللي تعقدت كنظن يوم امس بمناسبه اليوم الوطني للسلامه الطرقيه. كذلك المدير العام الوطني كموازاه يعني لدخول القانون 52.05 كمدونه السير وكباته بتكوين الاطر، كذلك اقتناء يعني الاجهزه اللي في اطار قانوني اللي كتسمع يعني لا كريديبيليتي جوريديك ديال لو كونترول، اجهزه رادار، اجهزه ديال الروائز ديال ضبط السياقه تحت الكحول، كذلك بعض الاجهزه الاخرى. كذلك كتقوم بعمليه ديال التكوين والتكوين المستمر لفائده الاطر يعني ديال الامن الوطني والعناصر اللي مكلفه بالمراقبه الطرقيه حتى ترقب العمليه ديال المراقبه الطرقيه كما قال الاخ الكريم المستجدات والتطورات اللي كيواكبها الانسان دائما في اطار احترام القانون واحترام المواطن مهما يكون، واخا يكون مخالف فنفس التعامل يكون معه. كذلك كيكونوا بعض اللجان مركزي، لان ايضا كنهضر على المستوى المركزي، لجان مركزيه فيها اطر ديال المدير العام الوطني اللي اطر اللي عندها يعني معارف مهنيه ومعارف قانونيه اللي كتزور ذاك المدن وكتشرف على العمليه ديال المراقبه ديال ديك العناصر ديال المراقبه، كتاثرهم وكتقوم حتى تقييم العمل ديالهم في اطار مهني، ولا كان ما هو يجب اصلاحه يصلحوه، الا كان ما يجب تهنئته نهنئه، وهكذا الدواليه. كذلك ما ننساوش في اطار ان كما قال السي الشهيدي ان العمليه ديال الزجر عبر التاريخ ماشي غير في المغرب، ما كتعطيش الاكل ديال الزجر بوحده. لا ريبريسيون ماشي دائما تيعطي، يعني كاين واحد ايمانا من المدير العام الوطني بانك انت الدور ديال التحسيس دور مهم. فكانت مبادره ديال السيد المدير العام الوطني كنظن في اكتوبر 2012 بان غتكون حملات تحسيسيه في الوسط المدرسي. اون فا انفيستير في الجينيراسيون افونير، يعني هذوك الاطفال، هذاك الشرطي اللي تيبين مزوج تيخلع ذاك المواطن في المداره هو نفسه اللي غيدخل المؤسسه التعليميه ويعطي درس في السلامه الطرقيه. وقصد الاشاره فان هذه الحمله الان كتدخل السنه ديال الثالثه، وبين قوسين نشوف مثلا الا خدينا غير السنه الثالثه 2015 بدات في كان سبتمبر 2014 الى غايه 15 فبراير وصلنا حول يعني معدل التغطيه 71% من مؤسسات الدوله. الان ولات كتجينا طلبه المؤسسات الحره، الجمعيات أولي يعني اولياء واباء التلاميذ يعني عطاو واحد الرغبه، يعني واحد كاين واحد تجاوب لدرجه ان الاطفال الان ولاو هما السفراء ديال الشرطه مع والديهم داخل السيارات وداخل يعني المجال الطرقي، وهذا شيء مهم. الان الى جينا على مستوى الصعيد المحلي، الصعيد المحلي يعني كنهضر على الفرق اللي كتعامل مباشره مع المواطن واللي كتاثر الشارع العام، الا اما في اطار يعني تعزيز المدارات، كذلك المراقبه المتنقله او الفرق المتنقله للسير الطرقي، كذلك الرادارات المتنقله، كذلك احنا من اجل تعزيز بعض النقاط اللي بعيده، نظرا كتعرفوا يعني الاكراهات ديال الحصيص، كنستعنوا بالعناصر الفرق ديال التناوب باش كيديروا واحد المحاور اللي خارجه في المدينه، واللي كنحاولوا ما امكن باش تكون التغطيه ديال القطاع تواجد يكون ايجابي. خصوصا من النقاط السوداء. تماما. قضيه النقاط السوداء. كاينه عمل كنديروا على المستوى المركزي، ولكن كان باش ما نجهلوش ان كاين واحد العمل على المستوى المحلي اللي هو كتقوم به المدير العام الوطني. كاين نصوص عندنا يعني كتاثر العمل ديالنا، بحيث ان العماده المركزيه او الكوميساريه سنترال كتحكم في العمل ديال شرطه الزي. هذاك شرطه الزي وكتتبع عليها حتى مصالح حواديت السير.
ملي كيكونوا مثلا حوادث السير هما اللي كيمشيو ويعاينوا الحوادث يا جروح خفيفه بالغه او مميته، هما اللي كيخرجوا كيديروا المعاينات في الشارع العام. طبعا كل حادثه كتكون موضوع تقرير يرفع للعداله ونسخه منه ترفع للعماده المركزيه. العماده المركزيه بصفه دوريه كتشوف على ضوء فين كيتراكموا الحوادث، بما ان عناصر ديال المرور تابع ليها كتوجه العمليه ديال المراقبه الطرقيه وكتعطي الاكل ديالها. هذا بالاضافه للعمل المركزي اللي كنديروه اللي كنخرجوا من الوزاره، حنا يعني في الاجتماع كنخرجوا ب دي ريكومونداسيون ومخطط اللي حنا كنبروروه على مستوى المديريه المطاني في مذكره ترسل لجميع الجهات من اجل الرقي بهذا. طيب استاذ ابو سباع، سمعت الى هذا الكلام وسمعت المجموعه من الارقام، ودائما نعيد طرح سؤال، واش التعامل الاحصائي، واش فقط الاعتماد على هذه الارقام وهذه الاحصائيات كيعطينا صوره واضحه عما يجري بخصوص السلامه الطرقيه في المغرب؟ شكرا. بدوية تقدم لكم الشكر الجزيل لدعوتنا لحضور هذا البرنامج القيم. فعلا فكيف تابعنا جميعا بان الارقام الاحصائيه ديال 2014 هي فعلا جات ارقام اللي هي كانت يعني تطمئن نوعا ما حول واقع ديال السلامه الطرقيه، لانه حقيقه عرفت واحد المؤشر ديال انخفاض في عدد ديال القتلى ديال حوادث السير، وهذا يعني شيء اللي هو جميل جدا. ونبغي ناكد بانه كان احنا كمجتمع مدني بان هذه النتائج هذه ما جاتش والده ديال الصدفه، ولكن جات والده ديال عمل اللي هو عمل مشترك مع جميع المعنيين بملف السلامه الطرقيه، الادارات، المؤسسات، لكذلك وكذلك المنخرط الاساسي والفعال في هذه العمليه اللي خلينا المؤشر ديال عدد القتلى حوادث السير اللي هو مستعمل الطريق، لانه هو الحلقه يعني الاساسيه هو الحل هو المشكل لانه فعلا وهذا كنفسروا احنا كمجتمع مدني يعني لصالح المستعمل الطريق او يعني اللي هو فعلا ساهم بشكل يعني فعال، وهذا كيرجع لدرجه ديال الوعي اللي ولا اللي كيعبر عليها مستعمل ديال الطريق، وهذا ما جاش نتيجه ديال الفراغ ولكن جا نتيجه ديال تراكمات ديال عمل اللي بدا هذه سنوات والان الحمد لله كتجنيو الثمار ديالو. عندي واحد الرقم يعني واحد القراءه اخرى في حوادث السير، إلا خدينا مثلا الشعار ديال هذه السنة اللي هو 2012-2014 نقدنا أكثر من 700 قتيل، هذا شيء جميل نصفق له جميعا، ولكن نبغيو نظرا لأهمية الظاهرة نذكروا بواحد الرقم. إلا جمعنا عدد حوادث السير ديال ثلاث سنوات 2012-2014 غادي نلقاو بأن سجلنا أكثر من 200 ألف حادثة سير في الطرقات المغربية داخل وخارج المظاهرات الحضارية، واللي خلفت لنا أكثر من 10,000 قتيل. بمعنى الى جمعنا ضحايا ديال حوادث السير منذ ثلاث سنوات كنلقاو بان 10,000 روح ازهقت في الطرقات المغربيه. حرب حقيقيه. حرب حقيقيه معلنه. وبالتالي انه ملي كنشوفوا رقم ديال انقاذ ديال 700 قتيل هذا رقم مطمئن، لان فعلا النتائج ديال العمل اللي قلت بدا هذه سنوات بدات كتعطي الثمار ديالها. اذا ولكن النقاش كما طرحت على استاذ يعني ما الضامن أن نستمر في هذا الاتجاه هذا؟ صحيح، هو دائما بأن أي عمل كيخصو دراسات وكيخصو توجه وكيخصو واحد المخطط، المخطط كاين، الدراسات كاينة، الناس اللي كيشتغلوا كاينين، ولكن كيخص دائما العزيمة تبقى كتقوى، لأن هذا رقم كيف قلنا حققنا انخفاض، ولكن إلا بقينا قلنا انخفاض وما بين إيدينا ربما قد نفاجأ في هذه سنة 2015. وهذا اللي كنتخوفوا منه بان جميع مستعملين الطريق الى سمعوا حققنا انخفاض الناس ما كتبقاش على ديك درجه العو درجه الحيطه كذلك وديك التعبئه وديك صحيح بان التعبئه دائما مطلوبه من جميع مستعملين الطريق ماشي فقط المسؤولين. يعني انطباع بانه راه نهايه المطاف راه انتهى العمل انتهى وعاد بدا، لان الطريق كتستعمل بشكل يومي ومتكرر لان في لحظه معينه الى ما انتبهت شايف الطريق سواء كيف ما كان التعامل ديالي مع الطريق سواء كنت سائق ولا راكب ولا راجل ممكن تعرض حادثة سير. كذلك هناك واحد يعني بغض النظر على الظاهرة لأن ظاهرة هي خطيرة جدا اللي كتطلب دائما الاشتغال بواحد في جميع الاتجاهات أفقيا ولا عموديا الجميع يعني التكتل، هذه ماشي صافي وصلنا لواحد النتائج نحطوا يدينا. كذلك بالإضافة إلى الخسائر الاجتماعية اللي ذكرنا من خلال الأرقام هناك خسائر اقتصادية اللي كتكلف هذه الدوله. كنعقل في السنوات الماضيه ان التكلفه الاقتصاديه كانت كتراوح 11 مليار ديال الدرهم
تقريبا اكثر من 2% من الناتج الداخلي. الان رقم وصل ل 20 مليار ديال الدهم، و20 مليار ديال الدهم مبلغ اللي هو خيالي جدا. اللي بغض النظر على الجانب الانساني والنفسي طبيعه الحال لان قلنا العدد ديال القتلى ملي كنوصلوا لهم هناك مآسي اجتماعيه حقيقيه. هذا تحدثنا على القتلى، وشكون اللي كيتحمل التعبئة يعني المعابئ ديال ولا العبء ديال حادثة السير؟ هم النساء، لان النساء في حادثة السير كتفقد ذاك المعيل ديال الاسره ديالها، او الابن اللي كانت كيشوفوا بانه رجل المستقبل اللي ممكن ينقذ واحد الاسره معينه. كذلك ما تحدثناش على المصابون بجروح بالغه اللي تصابوا بجروح بالغه وبقوا عاله على نفوسهم وعلى الاسره ديالهم ثم على المجتمع، وهذه ما اكثر هذه الحالات. طيب كذلك واحد الرقم اللي بغيت نختم به هو اننا تحدثنا على الحوادث السير الجسمانيه. هنا باش نبغي نذكر بان مؤشر الخطوره في الطرقات المغربيه مازال كاين، لان الحديث على حوادث السير اللي خلفات اضرار ماديه ربما الارقام تتكون مهوله وخطيره جدا، خصوصا بان هناك عند بعض الناس مستعمل الطريق باقي عندهم قله الوعي بمدونات السير، تتوقع حادثه السير وكتخلف بعض الاحيان اضرار اللي هي جسميه، ولكن الناس كتصالح ما بينها باش ما يدخلوش لهذيك المنازعات القضائيه، لان كتكون فيها الحج ديال خصوصا السياقه الى غير ذلك. اطار السلوك البشري صحيح. هذا الشيء علاش بان المؤشر ديال الخطوره في الطرقات المغربيه مازال كاين. طيب رغم هذه الاحصائيات يعني المطمئنه. استاذ شاهدي، سمعت الى هذا الكلام، دائما ركزتم في هذا العام على السلوك البشري اللي هو المسبب الرئيسي لحوادث السير بلادنا. دائما اطرح السؤال الكبير، واش بالزجر، وانا اتحدث عن المغرب، الحاله المغربيه، واش تجربة علمتنا بأن الزجر ولا التحسيس هو اللي مهم؟ لأن ربما قد يقول قائل بأن التحسيس وصلنا درنا التحسيس حد التخمة، الآن شوية الزجر كيعلم وكيأدي النتائج إيجابية، واش كتفق مع هذا الرأي هذا؟ قبل من نجاوب كاس يوسف، غير واحد بعض التوضيحات خاصة مثلا بالخسائر المادية، الخسائر الاقتصادية. لحد الساعة ما كايناش دراسة بالمغرب اللي كتحدد الخسائر الاقتصاديه واش 11 مليار ولا 12 ولا 20. المنظمه العالميه للصحه حددت هاد الخسائر الاقتصاديه بالنسبه للدول ذات الدخل المتوسط ما بين 1 و2% من البي بي، يعني الداخل الدخل الخام البي بي. اذا هنا ما غاديش نقدروا نقولوا نحسموا بان كاين 20 مليار ولا 14 مليار. المهم رقم مهول. لا ما غاديش نقولوا. التصريح ديال الوزير المنتدب للنقل هذه يومين في وسائل الاعلام صراحه بان هناك 20 مليار ديال الدعم كخساره اقتصاديه ديال حوادث السير. انا ما جبتش رقم من عندي، ولكن هذا رقم ديال الوزير. رقم ديال الوزير، ولكن انا كنقول لك هذاك كنرجعوا ماشي دراسه اللي كتحدد رقم تقريبي فقط. تقريبي غير الاشكال اللي كاين ان ما نكروش بان الخطوره ديال حوادث السير نقصت. صحيح. كما قلت يا السير والسباع ناقص 6% ديال الحوادث المميته. كنرجعوا ثاني للمصابون بجروح خطيره، ملي كنقول جروح خطيره عجز دائم. صح. مشاكل اجتماعيه، مشاكل اقتصاديه، راه اخطر من الموتى. اذا هنا اللي كنقدوا منه تقريبا 2000 مصاب بجريح بجروح خطيره، راه رقم زعما ما كنقولوش مطمئن. حنا ما عمرنا ما كنقولوا في, في 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 الاداره ديالنا بان راه ولا مع الشركاء ديالنا ان الارقام مطمئنه. لا، ملي كنقولوا بان راه درنا 8% ولا 9% ولا 6%، راه العمل باقي، راه عاد خصنا نزيدوا في المجهود ديالنا باش نديروا مقاربه تكون صحيحه ونستافدوا من الاخطاء اللي كانت. نرجع للسؤال ديالكم، واش الزجر ولا التحسيس؟ بالنسبه ما غادي نقدروا نقولوا لا الزجر ولا التحسيس، كاينين 8 ديال المحاور كنعملوا عليهم. كاين بعض المحاور اللي كتعطي بعض النتائج. اتحدث بشكل عام، بشكل عام. لا بشكل عام على الصعيد العالمي والتجارب العالميه، احنا ما غاديش نخرجوا بان عندنا تجربه خاصه. التجارب العالميه بينات بان خاص الزجر، اي خاص المراقبه، يعني الزجر خاص الاخبار، التكوين والتحسيس. التحسيس كيجي هو المواكبه. المواكبه ديال جميع المحاور ديال الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه. ولكن اللي من خلال التجربه ديالنا ديال هاد 10 سنوات كنلاحظوا بان ملي كنديروا واحد الاجراء فيه نوع من الزجر والصرامه،
الناس كينضبطوا الناس، ولكن خاص هذاك الزجر والمراقبه تكون مواكبه ديال الاخبار والتواصل. لان باش نعطيو ديك القوه يعني ديال المراقبه كما قال رئيس الحكومه البارح، ما عندنا ما نديرو بدوك الفلوس ديال هذه، حنا لجنه السلامه ديالكم هي اللي كتهمنا. نعم نعم نعم، دونك ما غاديش نقدروا نزجموا نقولوا راه الزجر راه هو اللي غادي يعطينا، لا، الزجر والمراقبه والزجر والتكوين والتحسيس، وكذلك ما نساوش واحد الاجراء هو اللي مهم كما قال السي بوحلوش، هو التربيه الطرقيه. دابا حنا كنعملوا مثلا صحيح. على المدى القريب والمتوسط، ولكن خصنا نعملوا حتى على المدى البعيد، يعني الاجيال الصاعده، يعني واحد اللي عنده 50 سنه 60 سنه ربما ما غاديش يكون الاصلاح مفيد 100%، ولكن الاجيال الصاعده الى دمجنا، وعندنا دابا دراسه، كاين طلب، درنا اعلان عن طلب عروض، كاينه دراسه مع وزاره التربيه الوطنيه باش نديروا خارطه الطريق لادماج المفاهيم والمناهج في المفاهيم ديال السلامه الطرقيه في المناهج التربويه من الابتدائي الى الثانوي، وهذا غادي يعطينا زعما حسب على حسب. وهذا لا يلغي يعني دور باقي مؤسسات ديال التنشئه، الاسره وايضا الاعلام، يعني ماشي فقط لان يعني نقدروا نتعلموا في المدرسه، ولكن غنجيو للاسره وغتكون تكون مجموعه من السلوكات الممارسات المفترض الاب والام هو القدوه او الاخ، يعني غنجيو ربما غنضربوا كل شيء في داك الشيء في السفر الليل. الفكره اللي قال السي بوحلوش هي مهمه، ان الطفل ربما هو يربي الوالد ديالو ولا الام ديالو في الطريق، واللي هو القدوه، هو القدوه. دابا كنلاحظوا بان الاطفال ملي كيركبوا مع الوالدين ديالهم في السيارات انهم ما كيتابوا، كيقول له راه حرقتي الضوء، راه ما درتيش الصمته، هذا الشيء كيتعلموا غير ربما كيكون هاد العمليات اللي كتقوم بها الامن الوطني والدرك الملكي تحسيس في المدارس كتعطي الاكل ديالها حتى المجتمع المدني. فما بالك الا دمجنا المفاهيم ديال السلامه الطرقيه في المناهج الدراسيه، هذا على المدى البعيد، ولكن خاصنا نعملوا مثلا في المراقبه، في التشريع، تنسيق، تنسيق مهم على اعلى مستوى، وهذا من بين المحاور ديال الاستراتيجيه. ورجع للوكاله اللي قال، واخا المواطن اليوم ما ربما ما غاديش يفهم شنو الوكاله ولا هذا، واللي كيهمو الناس ما خصهمش ما تيحرقوا الضوء، وخصنا النتائج. الوكاله هذه خصنا نعرفوا بان الامم المتحده خرجت بقرار ديال العشريه ديال السلامه الطرقيه 2011 2020، خصنا نعرفوا بان 1,300,000 قتيل عبر العالم يموتون سنويا، اي 3,000 قتيل يوميا. هذه الاشكاليه راه اشكاليه عالميه، ماشي غنقولوا راه المغرب راه هو اللي فيه الاشكاليه، اشكاليه عالميه. اذا كان واحد القرار، ومن 2011 حتى 2020 خاص جميع الدول دير استراتيجيات. المغرب كان الحمد لله سباق كما قال السي ابو النعيم، بدينا من 2003 استراتيجية. 2001. لا، 2003 عندنا استراتيجية. الحكومة كاملين استغلوا على السلامة الطرقية، ولكن أول استراتيجية وطنية مندمجة 2003 ماشي 2001. إذا هذا من بين المحاور اللي جابت الأمم المتحدة، وهو التنسيق على أعلى مستوى. يعني خصو يكون واحد الشيف دو فيل، يعني وكاله، كتكون وكاله. هذه التوصيات ديال الامم المتحده، احنا انخرطنا فيها من 2011. سنه 2013 في اكتوبر 2013 في المخطط التشريعي ديال الوزاره كان مشروع ديال احداث وكاله للسلامه الطرقيه في اكتوبر 2013 بمناسبه ديال الميزانيه ديال 2014. ما غاديش ندخلوا في هذا النقاش ديال الوكاله، اللي كيهمنا الان ان المواطن يفهم بان راه كاين حوادث سير، كاين نتائج اللي توصلنا لها، الهدف الاول توصلنا له ان كاين عكس الاتجاه، الهدف الثاني هو اللي غادي نخدموا عليه الان، لان الاستراتيجيه فيها جوج اهداف، الهدف الاول كاين عكس الاتجاه، الهدف الثاني احنا تقليص بصفه مستمره. دابا 2012 2014 كاين ذاك المنحه التنازل، يعني تقليص مستمر، خصنا نحافظوا عليه في 2015. استاذ محسن عندك شي تعقيب على الكلام؟ تمام الاخ يوسف، اولا لابد ان اشير على ان الامر يتعلق باهداف، هذا تدبير الشان العام على المستوى السلامه الطرقيه. اذا ونحن تبنينا في المغرب مقاربه تدبير المرتكز على النتائج،
ولا أحد ينكر ذلك. إذا الهدف هو التخفيض والتقليص بشكل كبير من المخاطر والانعكاسات السلبية للحوادث السير. بماذا يتم تحقيق ذلك؟ طبعا بإطار مؤسساتي، لابد من أن تكون هنالك مؤسسة قائمة الذات لها أهداف، لها ميزانية، وتحقق النتيجة وتحاسب على النتيجة. هذا الهدف، هذا الهدف. إذن عندما نتحدث عن 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 عن, عن هدف ولا نتحدث عن المؤسسة التي تتبنى هذا الهدف وتحاسب على هذا الهدف وتتحمل مسؤوليتها في النتائج التي تحققها، لماذا لا نتحدث عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية؟ أولا لا يكفي أن نتحدث عن وكالة على الأخ عز الدين، غير نقول لك أولا لا يوجد في المخطط التشريعي أي مشروع بشأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ثانيا والمخطط التشريعي موجود، والمخطط التشريعي موجود ولنا أن نطلع عليه. ثانيا لابد أن نؤكد كما قال الإخوان وأكدتم أنت، ما هو الضامن في الحفاظ على هذه النتائج التي تعتبر إيجابية بتحقيق ولو إنقاذ روح واحدة بفعل تراكمات الحكومات السابقة والجهود الجبارة المبذولة من الحكومات السابقة؟ ونحن نقول على أن هذه الجهود لا يمكن أن نطمئن بالنتائج المنشودة إلا عبر التحديث وعبر تبني مقاربات جديدة، مقاربات تشريعية، مقاربات مؤسساتية. لابد ولكن قبل هذا وذاك لابد أن تكون هنالك ممارسة سياسية مبنية على التخليق، مبنية على النزاهة. هنالك مقترح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، هنالك مقترح، مقترح بالعكس تبنى جميع المعايير. أخوك الأخ عز الدين، الأخ عز الدين لا نتائج بحدها، راه قلت لك راه كاين استراتيجية، راه محور من المحاور. من سيتبنى هذه الاستراتيجية؟ من سيعد هذه الاستراتيجية؟ من سينفذ هذه الاستراتيجية؟ اللجنة الوطنية تماما، هنالك اللجنة، هنالك اللجنة. لا 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 مقترح دابا ديال الوزارة راه في راه عند الأمانة العامة للحكومة وفي الوزارة ديال المالية، مقترح في المؤسسة التشريعية. ما غاديش ندخلوا في هذا، الحكومة اعترضت عليه بالفصل 77 من الدستور، ولو أن ذلك الفصل ليس في محله. والعبرة ربما وصل العبرة بالنتيجة. النتيجة الآن مطمئنة، ولكن نحن نتساءل ونناقش إشكالية. ما هو الضامن؟ ما هو الضامن للحفاظ على هذه الضامن؟ هو أنا غادي نقول لك بأن البارحة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية انعقدت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الحكومة. ربما ما طلعتوش على المخطط، هناك مخطط جديد ومقاربه جديده. نخليوا المحور الثاني، الوكاله عندما نتحدث عن اطار مؤسساتي، لاننا في دوله المؤسسات هنالك ربط المسؤوليه بالمحاسبه. لا بد من ان يحاسب على النتائج، لابد ان تكون هنالك مؤسسه. ما ندخلوش الوكالة بحدها. طيب أستاذ بوحلوش، مفترض تحدثتي قبيل على استعملتي مثلا الخلعة ما بين الشرطي، ديك الصورة النمطية عند المواطن المغربي على الشرطي. الآن يعني السؤال نطرح، علاش هذه العلاقة دائما متوترة ما بين المغاربة وما بين قانون السير وما بين المسرفين على تطبيق قانون السير؟ شكرا الأخ يوسف، ولكن ضروري من تفضل نذكر بأن المدير العام الوطني كإطار تنفيذي، مهما يكون الإطار القانوني أو الإطار المؤسساتي، فنحن نعمل مع من يريد أن يعمل. إذا كانت المسائل إيجابية فحنا دائما متجندين 24 ساعة ونحاولوا ما أمكن يعني القوة اللي عطانا الله باش نحاولوا نقلصوا داخل المدار الحضاري بالأجهزة اللي عندنا، بالأطر اللي عندنا، باش إن شاء الله هاد الآفات تحيد. حاجة أخرى بالنسبة للسؤال اللي قلته قبل من هذا، هو أن واش يعني الزجر ولا التجسيس؟ دائما كنأكد هو أن الفو كومبيني، الفو سافوار كومبيني. بحال واحد المأدوبة ولا أكلة خاص ديزانغريديون. هاد لو بروبليم ديال ليزاكسيسيركلاسيون في المغرب مولتي ديمونسيونيل، فيه بزاف ديال الابعاد، فيه بزاف ديال المتدخلين. وهاد النتيجه الايجابيه اللي بين قوسين تقول الايجابيه، لان
كيقول لك واش 700 ديال الروح يعني تخلات واش هذه كافي. حنا بالنسبه لنا روح تزهقات ما كيشرفناش اول حاجه. ثاني حاجه هذيك هاد 700 الروح اللي ربحنا هو كتبي بحال كتسلط الضوء على الدرجه الجايه كتطمئن وكتقول بان اون بري لا بون فوا يعني ان حوادثنا ماشي قدر يعني مشكل نقدروا نداويوه. طبعا كتبقى اطار كيفيه التعامل الان الحمد لله يعني كبدايه راه التعامل غادي مزيان. درنا كاين يعني الاجهزه المكلفه بالتحسيس راه كاينه، الاجهزه المكلفه بالمراقبه كاينه، الاجهزه المكلفه بالتشريع. كيبقى ذاك التشريع اللي غنرجع له بس السؤال اللي عطيتيني هو التشريع دائما تيكون يعني هو وضع قوانين من اجل حسن تشارك الفضاء الطرقي. هذا يعني اون بون سيكيوريتي روتير سي ان بون بارتاج دو لا دو لسباس روتي. الاشكال اللي كيبقى هو ان الا عطيتك ذاك الرقم اللي قلتو قبيله واللي عندي هو 94% خلف حوادث السير كيرجع للعالم العامل البشري. اذا مباشره كاين واحد النوع ديال التهور. واحد الرقم اللي ما تطرحش هو ان يعني النسبه ديال القتلى في حوادث السير بالمغرب راه كتراوح فئه الشباب ما بين 16 ل 28 عام حتى 30 عام. يعني بين قوسين الا قلنا الشباب تنقولوا المراهقه، تنقولوا التهور، تنقولوا عدم الوعي، كنقولوا هاد لافاغ اللي جات دابا جديده ديال يعني بين قوسين بحال التمرد على اي نوع من القوانين. اذا حنا شنو يعني كمبادره اللي كما قلت لكم كانت في 2012 ديال السيد المدير العام الوطني وطبعا بشراكه مع وزاره التربيه الوطنيه لان هما اللي فتحوا لنا باب المؤسسات وبشراكه مع اللجنه الوطنيه لقواعد السير اللي عطاتنا اللوازم باش نديروا هاد الحملات التسييسيه هو ان هذاك الشخص اللي كيكون غادي في الطريق وهذه ما نكروهاش بحال واحد كيكون غادي في الطريق الذي حزام السلامه حتى كيبان ليه الشرطي على بعد 100 الامطار او الدراكي عاد تيديرو هذا في حد ذاته يعني بحال واحد النوع ديال التصادم. وهذا على ذكر التصادم هذا جرنا المجرى مؤخرا ما يسمى بحرب الكاميرات ما بين بعض رجال الامن وما بين مستعملي وبعض مستعملي الطريق. تم معاقبه المتورطين ايضا. رجال الامن استعملوا ايضا كاميرات باش تبتوا بانه حتى مستعملي الطريق حتى هما متورطين في هذه المسائل. المثير هو انه فئه كبيره من المجتمع حاولت تبرر هذه السلوكات. بالنسبه للشرطي تيوكل حسن العوان راه ما عنده ما يدير، هذا الشيء راه معمول به. بالنسبه للمستعملي الطريق ايضا تيقول لك هذا الشيء راه حتى هو كاين، علاش غير على يعني المشكل هذا هو المتفق بالنسبه لي انه كل شيء بغى يبرر هذا الشيء. انا هذه النقطه يعني هي ثقافه هذه النقطه هذه المغاربه راه فوضويين شي شويه. النقطه نقولها لك يعني يعني بايجاز شديد، الرشوه حتى هي راه ظاهره كونيه دوليه وكتقام عليها في كل القطاعات وفي كل المستويات. الاشكال اللي فيها جوج اطراف، كاين يعني راه كاين اللي كيشد وكاين اللي كيعطي. الجميل في الامر هو ان يعني المدير العام الوطني كباقي المديريات كتعمل في اطار قانوني. وعندنا جهاز اللي هو مباشره تابع للسيد المدير العام مباشره هو المفتشيه العامه. فاطور كفؤه كتعمل على الصعيد الوطني بطريقتين، اما عن طريق شكايات اللي كتوصل للسيد المدير العام وتكلف بها الاطور ديالو، يا عن طريق مراقبه فجائيه ودوريه على الطريق على المستوى الوطني. اللي تبت التورط ديالو راه كاين المسطره وثيق بيا راه كتبعوا وسائل الاعلام. ولكن نقول لكم انا راه في الستينات السبعينات وكانت هذه المفتشيه خدامه وكاينين يعني ملفات تاديبيه اللي وقعت في حق المتورطين. الان يوتيوب وطاح الاشكال. احنا دائما خاصنا نواكبوا كما قال الاخ، راه المواكبه التكنولوجيه جد مهمه. الان راه الان ولات يعني الصحافه الالكترونيه الان راه دخلت معنا البيوت ديالنا. انا راه الشيء اللي كتظن انها ما تشوفهاش راه كتشاف. اللي كنظن ولا التعليمات تتعطى وتعطات وكتعطى ومازال غتعطى هو ان الانسان يعني وكما قلت لكم ويلا العمل في اطار قانوني. انا كنقول لك اول مره في تاريخ المغرب تكون عندنا ترسانه قانونيه بحجم ديال مدونه السير اكثر من 316 الماده. ربما الاكثر زجرا في العالم. اكثر زجرا لا ولكن لا. اكثر لا ربما انا كنقول صراحه يعني العقوبات راه تمت يعني الكريتيك يعني تم الكريتيكات من بعض انتقدت من طرف انتقدت من بعض الاطراف ولكن كيبقى الهدف الاسمى هو يعني حفاظ على الروح البشريه وهذا هو الاساسي. استاذ ابو السبع عندك شيء اضافه؟ صحيح لان منذ قليل يخص التواطؤ ما بين ما بين ما بين مستعملي الطريق وما بين التصادم اللي تحدث عليه. صحيح لان لا قبل كاين هناك واحد المساله اللي مهمه خصنا نتحدثوا عليها وهي التربيه الطرقيه. لان صحيح هناك واحد العمل اللي كيدار داخل المؤسسات التعليميه وهذا احنا كمجتمع مدني بدينا العمل فيه هذه تقريبا واحد 15 سنه اللي دائما وبشراكه كذلك مع الاطر ديال الامن الوطني اللي اشتغلوا معنا في هذا الجانب يعني مجموع ديال الشركاء اللي اشتغلنا حقيقه في هذا المجال ديال التربيه الطرق. ولكن بغينا نركز على المساله اللي ذكرتي السي يوسف قبيله هو الدور ديال الاسره في هذه العمليه ديال التربيه. لان قلما هذا الموضوع ديال حوادث السير او ديال السلامه الطرقيه كيطرح داخل الاسره. ناخذ غير واحد المثال
الامهات داخل البيوت تي وليدات صغيرين عندهم 5 سنوات او 6 سنوات كتبغي تصيفطو يتسخر ليها المحل القايب للدار كتقول له هاك الفلوس في يديك وسير بالزابه وجيب ليا وجيب ليا ورد بالك للطريق وجعل الدار دغيا. بمعنى طفل صغير او لا عنده حتى 10 سنوات وكيسمع هذا الخطاب سيجي دغيا، يعني ما عندوش واحد التربيه او لا واحد التحسيس من داخل الاسره. يعني الام ديالو اللي هي فلد الكبد ديالها كتقول له اجيسي، ولكن هي اكيد ان ما كتدفعوش للهويه او للخطا، ولكن هذا تنعتبره بانه واحد العمل اللي كيخصو يتقام وباقي قدامنا واحد العمل اللي داخل في الجانب ديال التربيه الطرقيه خاص بهذه الفئه. طيب كذلك داخل المؤسسات التعليميه، لان التربيه ملي كنتحدثوا على التربيه الطرقيه خاصها تبدا داخل الاسر وكتتبلور داخل المؤسسات التعليميه، ثم كناخذوا المنتوج ديالها في الشوارع ديالنا. لان تخيل معايا ملي كيخرج واحد العدد يعني القيته ديال الخروج او الدخول ديال التلاميذ المؤسسات التعليميه، راه كنشوفوا واحد الامواج بشريه كتخرج وكتدخل، ولا تخيلنا هاد التلاميذ انهما ما كيعندهمش داك الحس ديال التربيه الطرقيه، نتخيلوا الطرقات ديالنا كيفاش بغات تكون، ونتخيلوا الطبيعه ديال التنقلات ديالنا، علما ان الطريق هو واحد الفضاء يعني عمومي مشترك اللي كيخصو يستعملوا الجميع. اكيد 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 ان هناك عامل بشري. كذلك اسمح لي صحيح انا جاي له هو المساله ديال قبل منها نرجعوا دائما للانخفاض ديال حوادث السير. بعض الدول الاوروبيه او اللي مجاوره لنا ملي كتحقق بعض الاحيان انخفاض غير ديال 1% او ديال 0.1 شي حاجه في المية كتقوم القيامه وكيفرحوا وكيديروا بزاف ديال الحويجات. حققنا واحد الانجاز كبير، حنا الحمد لله حققنا واحد الرقم اللي هو مهم، يعني باش كت مع ذلك هناك مجموعه من الاشكاليات، كاين العامل البشري استاذ ابو سبع، ولكن كاين واحد الاشكاليه ديال اللي طرحها استاذ قبيله ديال الدراجات الناريه. تقريبا واحد العدد كيشير ل 12 مليون دراجه ناريه ما كتحتاجش رخصه السياقه، يكفي انني انا نشري يكون الثمن ديال شراء دراجه ناريه ونخرج الطريق بدون يعني تكون عندي ورقه ديال التامين وغير معني بقانون السير. هذه هي الاشكاليه، وربما هي اللي كتسبب في غالبيه حوادث السير. هذه هي الاشكاليه، لان دابا ملي كنتحدثوا على رقم ديال 3 المليون في حظيره العربات، يعني اللي عندها رقم ديال لوحه ديال التسجيل، ولكن ما كنتحدثوش على هذه الفئه اللي هي مستعمله الدراجات الناريه، وهنا اللي نبغوا ناكدوا عليها اللي هي الدراجات اللي ما كتطلبش رخصه السياقه، السياقه ديالها وهي اللي كثيره. وحتى الخطير جدا هو انه كتولي واحد المقاربه قانونيه، انه ملي كنهضروا على مدونه السير اللي جات هي نظمات وعرفات المركبات وعرفات القوانين السائق شكون هو المركبه والطريق العموميه، ملي كنجيو للماده 44 مدونه السير ان في التعريف ديال المركبه عرفت جميع المركبات بما فيهم الدراجات الناريه، وقالت اللي فيها 50 سنتيمتر مكعب وما قالش اللي قل من 50 سنتيمتر مكعب، وبالتالي انه ربما احنا في اعتقادنا كمجتمع مدني بان كيخص اعاده ديال هاد الماده 44 باش يمكن حتى هذاك المواطن اللي قلتي بغى يسوق الدرجه ديالو كيعرف بان كاين هناك قانون كيخصو يحترمو. وكذلك الخطير جدا هو انه حتى يعني ذاك السن القانوني للسياقه ديال هذه الدراجه ما محدد شيء، لان علما انه باقي الاصناف الاخرى محدده في السن. اما بالنسبه للدرجات الثلاثيه تريبورتر هذه كارثه، هذيك بحذا زائد لا اسمح لي يوسف، لان هذا حديث خطير جدا، لان ملي كنشوفوا حوادث السير داخل المدى الحضري اللي للاسف ان في 2014 عرفت واحد الارتفاع، كنلقاو اكثر يعني من 60 أو 70% من الضحايا ديال الحوادث السير كنلقاهم ديال الفئات العديمة الحماية. وقبيلة سي شاهدة تحدث على 2000 قتيل داخل المدارات الحضرية، كنلقاو رقم كبير، كنلقاو الفئات العديمة الحماية غادي نلقاو بأنه فئة كبيرة جدا ديال أصحاب الدرجات النارية. وهذا اسمح لي باش نروح محور ثاني، إلا هضرنا لداخل المدى الحضري، إلا هضرنا على هذه الفئة كذلك بغض النظر على الجانب القانوني، نشوفوا يعني البنية التحتية خارج المدى الحضري، سائق الدراجة عنده حقه في الطريق، كنلقاو الآن الطرق الوطنية أو الجهوية كنلقاو سائق الدراجة النارية غادي بواحد السرعة ديالو اللي هي قليلة، غادي في نفس الاتجاه مع السيارات والشاحنات الآخرين، يعني ما غاديش يمكن له يبقى تابعو هذاك سائق السيارة أنه دائما كيتجاوزو أو لا كيكلاكسوني عليه وكيخرجو للطريق كأنه ما منحقوش يستعملها. مؤشرات مشجعة ماذا بعد؟ هذا يحيلنا المحور الثاني من هذا النقاش، سنناقش هذه النقطة بعد متابعة هذا التقرير.
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية التأم هذا الجمع في إطار منتدى دولي نظم حول سلوك مستعملي الطريق. فاعلون ومسؤولون في قطاع السلامة الطرقية وخبراء ومتخصصون مغاربة ودوليون في علم النفس وعلم الاجتماع تدخلوا لشرح وتفسير سلوك المغاربة على الطريق علميا، واجتهدوا في الخروج بخلاصات وتوصيات تهم التربية الطرقية وتأطير سلوك مستعملي الطريق. هناك مسألة أساسية في مجال السلامة الطريقية هي التي تتعلق بتكوين السائقين. ينبغي أن نعيد النظر في مناهج التكوين في المؤسسات التي لها مهمة تكوين السائقين. وأيضا هناك جانب آخر هو جانب المراقبة الطريقية. لابد من تكثيف هذه المراقبة باستعمال الوسائل التقنية الحديثة. اللجنة الوطنية كتقوم بواحد الدور كبير فيما يخص السلامة الطرقية وفيما يخص الأيام التحسيسية اللي كتمنحها للجمعيات وكتوفر لهم جميع المسائل اللوجستيكية للقيام بهذه العملية. ولكن يعني المشكل الأساسي هو مشكل تربية، هو مشكل أخلاق، لأنه كما قلت يعني جل الحوادث السير اللي تتوقع عندنا في المغرب هي من سلوكات البشر. لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية تعد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير هذه السنة ببرنامج عمل مكثف يتضمن عمليات ذات طابع تواصلي وتحسيسي وتربوي تستهدف بالأساس فئة الشباب وتتميز باستثمار الدعائم والروافد الجديدة في التواصل الوسائطي والرقمي. اللجنة الوطنية لوقاية من حوادث السير لها مخطط شامل فيه جانب توعوي تحسيسي بالاعتماد على الوسائط التواصلية، يعني من وصلات تلفزية تحسيسية، برامج إذاعية، وصلات إذاعية كذلك، بالإضافة إلى يعني حضورنا القوي والوازن يعني ميدانيا. كذلك هناك تواصل رقمي يعني بالاعتماد على جميع الوسائط الرقمية. والأهم من ذلك وهو أن هذه الحملات التواصلية يعني تؤتي أكلها في إطار عملية مندمجة. وفي انتظار المصادقة على مشروع قانون تعديل مدونة السير الذي يهم بالأساس مراجعة مبالغ الغرامات المترتبة عن مخالفات قواعد وقوانين السير، يعد الفاعلون في القطاع بتنسيق وتدبير السلامة الطرقية على أعلى مستوى بتكثيف المراقبة الطرقية وتحسين البنية التحتية وتكوين السائقين، وكذا بتحسين الإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير، ناهيك عن البحث العلمي واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية. طيب نوصل معك أستاذ شهيدي، بغيت منك تعليق على إشكالية ديال الدراجات النارية أو الدراجات الثلاثية. هي كتوضيح فالدراجات النارية كاينين جوج ديال الأصناف. كاين الدراجات النارية اللي الأسطنة ديالها يعني لا سيلندري ما كتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، هما الدراجات العاديين اللي كان معفيين من رخصات السياقه. ولكن وكاين الدراجات الناريه اللي كتفوق 50 سنتيمتر مكعب، وهادو دراجات ناريه اللي كتكون قويه وحتى السرعه ديالها كتكون اكثر من الاولى، وهذا ما معفيش من رخصه السياقه وكذلك من التسجيل، لوحه التسجيل. ولكن المدونه السير ديال 1 اكتوبر 2010 ما غفلاتش الدراجات النارية لأقل من 50 سنتيمتر مكعب. راه كاين مقتضيات قانونية اللي كت تعطينا بأن هاد الدراجات النارية ملزم صاحب الدراجة النارية أنه يتوفر على رقم ترتيبي بحال ماتريكول. اللي كيخلي دابا هاد المشاكل كاينة ديال الدراجات النارية هو مثلا كيحرق الضوء، يعني با ايدونتيفي، ما نقدرش نعرفوه. فراه في 2010 الحكومه انتبهت لهذه الاشكاليه، والان كاين قرار راه خرج في الجريده الرسميه اللي كينظم هذه العمليه. وراه وهذه مناسبه اننا نقولوا جميع اصحاب الدراجات الناريه بان هذا المقتضى ديال التوفر، الزامية التوفر على رقم ترتيبي غادي يدخل في ماي 2015. فكرة واضحة. طيب طرحنا سؤال، ماذا بعد؟ لماذا
نجحنا في تعبئة الرأي العام بخصوص الكثير من القضايا الوطنية، يعني لم نستطع تعبئته فيما يخص يعني 4000 قتيل وأن نضع حد لهذا النزيف الطرق في بلادنا أستاذ. تنظن التعبئة كينا ولكن خاص المزيد، راه النتائج اللي وصلنا لها علاش طبعنا مع هذا الوضع؟ هذا ما طبعناش مع هذا الوضع. إلا لاحظنا دابا في الشوارع ديالنا راه كاين واحد الوعي بالإشكالية ديال السلامة الطرقية، فكثير من المواطنين الآن ولاو كيتخوفوا، كاين داك الإشكالية ديال الزجر مثلا، ولينا مشينا في المراقبة الأوتوماتيكية مثلا في الرادارات الثابتة، الآن راه كاين مخالفات اللي كتخرج اوتوماتيكيا. اليوم البارحه الرادارات الثابته واش خدامه؟ بعد الان المغاربه كاين اللي كيقول لك ان هذاك الرادارات ما بقاتش خدامه. خدامين الرادارات الثابته والبارحه ربما شفتوا لو لونسمون ديال هذاك النظام، الحلقه الاخيره اللي كانت خاصنا في النظام مع وزاره العدل. الان اي مخالفه اللي غادي تكون بالرادارات الثابته إلا ما أداش الشخص الغرامة في 15 يوم، في الأجل ديال 15 يوم اللي في المدونة السير، فذاك المحضر غادي يمشي بطريقة أوتوماتيكية للمحكمة المختصة اللي دارت فيها هذيك المخالفة، وغادي المحكمة غادي تثبت، غادي يعني غادي وغادي دير المسطرة العادية ديال الحكم، يعني غادي تبلغ السيد وهذا وغادي يخرج حكم. وهذا اللي كان ناقص ربما، علاش كيقولوا انا الرادار ما خدامش، ولكن الرادارات خدامين. الصفقات استاذ لا غير اسمح لي، لا ما كنهضروش دابا على الصفقه ولا ذاك، كنهضروا على الرادارات. فسخت الصفقه، كنهضروا على الرادارات دابا اللي كاينين السياب والنعيمه، كاين عندك خلط ما كاينش. راه فسخت الصفقه ديال 200 رادار او 100 ولا شنو كنقول انا الرادارات دابا راه خدامين، ما كنهضرش على هذا الاشكال. لا خلينا دابا غير في ذاك، لا غير باش نعرفوا، نعرفوا واش من نوع من الرادارات. تفضل باختصار لان الوقت ما بقاش الكثير الوقت. انا كنقول بان كاين تعبئه، المواطن اصبح الان واعي بخطوره ديال الحوادث السير. ولكن كاين اشكاليات اخرى ربما، ماشي التعبئه، كاين اشكاليات اخرى. مثلا ملي كنجيو للمؤشرات ديال حوادث السير، المؤشرات العامه كنوجدوها انها في انخفاض، الخطوره في انخفاض، ولكن ملي كنقسموا مثلا كناخذوا المجال الحضاري وخارج المجال الحضري، كنوجدوا بان داخل المدن هناك ارتفاع طفيف في حوادث السير، وهذا كيخلينا وناكد بان المراقبه كما قال السي بوحلوش في ارتفاع تقريبا راه فوق 20%، داك الشيء اللي حددناه في المخطط الوطني ديال المراقبه تجاوزوه، يعني ما كاينش اشكاليه ديال المراقبه، يمكن اشكاليات اخرى، وهذه هي المقاربه اللي جينا بها البارحه في اللجنه الوطنيه، في اللجنه المشتركه بين الوزارات. وكاين مقاربه اللي كتمشي الاشكاليه، يعني الجماعات المحليه كما قلتي خاص السياسيين حتى هما يدخلوا في هاد المنتخبين، وهذا خاص يكون برنامج ديال السلامه الطرقيه عند كل جماعه محليه. راه ما يمكنش ندبروا السلامه الطرقيه على الصعيد المركزي، راه الجماعات المحليه الان مطالبه انها انخرط في هذا الورش، هذا في هذا الورش، لان ما خصناش ديك 900 قتيل ديال عديم الحمايه، راه كاين اشكال كبير. مثلا ناخذ غير واحد المثال ديال الملك العمومي البلدي، كنشوفوا المقاهي ما كيعطيوش الحق لذاك الراجل ولا هذا الحق ديالو في التنقل، كاين احتلال ديال الملك العمومي، احتلال وهذيك كتشدها مجموعه من المدن، وهذيك احتلال السي يوسف اذا سمحتي. السرعه المحده الان في المدن هي 60 كيلومتر في الساعه، كنعرفوا بان دراسات دوليه الا كان اصطدام سياره براجل 60 كيلومتر في الساعه 80% الوفاه. استاذ محسن فيما يخص هذه المقاربه اللي تحدث عليها الاستاذ؟ لا بالفعل، هذا الشيء اللي قال خص اشراك حتى الجماعات المحليه والهيئات الاخرى، لابد ان هنا اعود، اذا نحن نتحدث عن الاطار المؤسساتي، لابد ان يكون هنالك اطار مؤسساتي حديث قادر، اسمح لي يا اخي الدين، يا اخي قادر على تحمل مسؤوليته، تناط له اختصاصات واسعه. كذلك ينبني على التدبير العقلاني والحكمة الجيدة والتعبئة القوية للموارد المالية والبشرية. هنا
إذا لابد أن تكون هنالك، ونحن خاصة في التطورات الدستورية الحديثة لابد ربط المسؤولية بالمحاسبة. نحن كما نقول روح واحدة عزيزة عند الله، ونتأسف ولا يشرفنا ككل مغاربة، ولكن بالله عليكم 3300 قتيل و20 مليار، شنو هي التكلفة الإجمالية الحقيقية ديال هذه الآفة وهذه المعضلة الوخيمة اللي كتصيب المجتمع؟ إذا لابد من أن تكون هنالك مؤسسة تتحمل مسؤوليتها، لها أهداف ولها وسائل. تم مصر على المؤسسة. ومن هنا أقول وأؤكد أن الفريق الاشتراكي قدم مقترح. طيب رئيس حكومة تم وعده كباقي المقترحات الأخرى. لماذا؟ إذ لابد تخليق الممارسة السياسية على الحكومة أن تحترق المعارضة. طيب رئيس حكومة قال أمس بأن المغرب يمضي في الاتجاه الإيجابي لكن الإصلاح بطيء، وأضاف بأن الإدارة المغربية تختزن كفاءات رائعة إذا سمح لها العمل في ظروف عمل صحية وجيدة ونقية فستعطي النتيجة. شنو كتفهموا من هذا الكلام؟ ولكن للأسف لا يسمح للكفاءات. أتعتقدون أن البرلمانيين أن مؤسسة فريق برلماني يتقدم بمقترح ويتم وعد المقترح ونقول لا بد أن نسمح؟ فلتسمح الحكومة أولا للأطر، فالأطر في النواب، نواب الأمة هم أطر أكفاء. طيب لماذا لا يسمح لهم؟ أستاذ يعني من خلال التجربة ديالكم كمديرية عام الأمن الوطني، يعني شنو هي أبرز الإشكاليات القانونية التي تطرحها المدونة والتي يعني تنادون بإعادة النظر فيها؟ بالنسبة كما قلت لك التجربة ديالكم في الميدان تماما، لأن نورمالمون دخلت في فاتح أكتوبر كنظن 2010. طبعا درنا اجتماع أول على مستوى الوزارة ومع كل الفاعلين خاصة يعني ديال اللجنة، كذلك ديال الترك الملكي، كذلك ديال الإخوان ديال الوقاية المدنية. شفنا بعد ما نقولوش نواقص، وإنما هي يعني مساطر، يعني مسائل اللي هي مصدرية. أما بالنسبة احنا الهدف ديال المراقبة راه عطى الأكل ديالو، لدرجه ان الا شفتوا في الالستراسيون جرافيك او في يعني التشخيص يعني ديال الجرافيكي ديال المنحه ديال حوادث السير، فكنلاحظوا ان لي تروا بروميير موا ثلاث شهور الاولى ديال المدونه دخول المدونه حيث تفيدك عقلته واللي حاول اللي تار اسالت العديد من الحبر كما تنقولوا او الميداد، هو ان كيفاش انا المواطن كيتسنى ذاك الوحش ديال المدونه غادي يدخل وفعلا دخل فاتح اكتوبر. كانت هيبه عند المدونه سيكولوجيا، هذا كنسموه حنايا انخفاض حوادث السير، يعني الشهور الاولى الزازر مهم، اكتوبر نوفمبر ديسمبر ثلاثه كانت الحوادث هبطات واحد شويه وطلعت. كنقولوا ماشي ان هذا الوحش ما خلعناش، وانما بحال الشخص كيرجع دائما للطبع ديالو اللي هو السلوك البشري. انا كنقول لك يعني بحكم ماشي غير المدير العام وانما كالتجربه المتواضعه في الميدان اللي خدمت فيه، وانا كنلاحظ ان المواطن المغربي مازال عنده الاشكاليه ديال كيركب في السيره ديالو، بحال داك الشخص اللي كياخذ السيف والدرع ديالو غادي يدخل للحرب. انا كنقول واخا ربما التوصيات مازال ما وصلناش لهم في هذه الحلقه، وانما تنقول راه لو فقط حتى ماشي وكان عندي التامين، يعني يدير ما بغى يعني التامين، يعني الاشكال عنده كيظن ان التامين هو اللي كيحميه من 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 العقوبه السالبه الحريه. على اساس ان انا كنقول لك الان بين الاشياء الايجابيه اللي جات بها المدونه هو ان الان ماشي غير العقوبه السالبه الحريه، الان النظام ديال الرخصه بالنقاط اوتوماتيكمون غتحرمك من الرخصة ديالك لو أن يكون عندك مثلا عندك القدرة المادية تخلص المخالفات ديالك، لو عندك أن ذاك التأمين ديالك راه كما قلنا تو ريسك، ولكن راه ملي غتراكم واحد المجموعة ديال المخالفات ديك الرخصة كتحرم منها. كذلك إلا مشينا مثلا للسياقة تحت الكحول أو بعد المخالفة الجناح الأخرى، فإنك يقول لك كاين عقوبات إدارية مرافقة اللي هي توقف الرخصة من سنة ست شهور إلى سنة إلى خمس سنوات. إذن حتى طيب بالنسبة لرجال الأمن المكلفين بمرور حركة المرور والمراقبة، يعني واش عندهم واحد التكوين بأنه هو راه تيحمي، يعني واش كاين شي يعني فاش كيشدنا شي شرطي كنحسوا بان كاين واحد المتعب انه غيطبق لك القانون، يعني مفترض يقول لك بانه سيوسف بانه يعني انا غنطبق قانون باش نحميك. واش كاين هذا الوعي هذا؟ قبل كل شيء نقول لك بان المدونه كما نقول لك اول مره قبل ما تدخل كان تم تكوين في المعهد الملكي للشرطه لكافه الاطر ديال الامن الوطني المكلفه بالمرور وغير المرور، ومن بعد مباشره قبل يعني قبل دخولها بايام
دارت يعني تكوين لجميع العناصر ديال الشرطه. الاول حاجه هو احترام حقوق بين مزدوجين المخالف، لان حتى المدونه كما قلت ربما هذا فرصه باش نقولوا ان راه جابت بزاف ديال الحقوق. علاش حنا كنقولوا دائما راه جات ضد المواطن؟ جات بزاف ديال الحقوق. نعطيكم ابسط الحقوق، في النظام القديم كانت الرخصه كتسحب 72 ساعه عاد كتمشي للمحكمه، الان ولات عندك 15 يوم دير مخالفه ديالك وما تخلص سير خذ الوصل 15 يوم عاد جي تخلص ونفس القدر. عندك كذلك ان القانون عطاك الحق انك انت تشد في مدينه وتطلب انك تسترجع المدينه اللي عجبت تسترجع فيها سميتو الوثيقه ديالك. كذلك قبل ما نوصل للمنازعه تقدر تأدي الغرامه بشيك، هذا القانون تيقولوا ماشي احنا. هنا بالنسبه كعناصر المراقبه زادنا شويه ديال الضغط، ولكن بما انه قانوني فنحن نعمل في اطار القانون. بخصوص بين قوسين هذاك الصوره ديال ذاك الشرطي اللي غتقول مثلا انها تتلذذ بتحرير المخالفه، كنظن لا. وهذيك رجعنا العلاقه دائما العلاقه المتوترة ما بين رجل الامن وما بين ذاك المستعمل الطارئ. وثيق بيا يعني ان الحمد لله في مؤخرا ماشي نقول مؤخرا ان واحد السياسات هي كتنهجها المدير العام الوطني في اطار الانفتاح على المحيط ديالها الجمعوي، راه كنديروا لقاءات على المستوى المركزي مع الجمعيات واللي مشكوره، ماشي يعني ان السي ابو السباع، وانما تا هو راه واحد المناضل اللي عشنا واللي شفناه بزاف مع بعض الجمعيات بفضل انهم كيحضروا معنا الان، كيحضروا معنا حتى لديك الحملات حتى داك المؤسسه التعليميه، كيجي يقول انا ممثل الجمعيات كذا السلامه الطرقيه، بغيت نحضر معكم ويقدر ياخذ حتى الكلمه مع ذاك الشرطي من اجل التحسيس. كنقول لك بان التطور يعني خدات واحد المنهج المدير العام الوطني من اجل حقوق الانسان. وكتعقلوا اخر مره كانت تنظم في المدير العام الوطني كان يوم دراسي حول يعني الشرطه وحقوق الانسان. حنا كنحاولوا يعني المبدا الاساسي هو احترام المواطن مهما يكون مخالف او غير مخالف، ولا كان استثناء راه كاين محاسبه كما قلت لكم. بالطبع هناك في هذا السياق هناك استاذ ابو سباع مقترح في اتجاه تسهيلات ديال بخصوص الغرامات المتعلقه بمدونه السير. هناك مقترح بتطبيق تخفيضات تصل ما بين 40 و45% فيما يتعلق بالغرامات التصالحيه التي تؤدى في عين المكان. كيفاش كتشوفوا انتم هذا المقترح؟ اذا سمحتي السيوس قبل ما نتكلم الوقت يداهمك. صحيح انا ارجع للمساله ديال السلوك، لان هناك ارقام تتحدث على اكثر من 90% كسبب مباشر ديال العنصر البشري، ولكن السؤال هو اي عنصر بشري نتحدث؟ واش اللي كيسوق او لا ذاك المسؤول عن التشويه الطرقي؟ لان كيخصنا نفرزوا، لان نعطي مثال، مثلا في طرق جهويه السرعه تنعرفوا فيها 80 كيلومتر في الساعه، ولكن كنلقاو في بعض المقاطع الطرقيه الجهويه اللي تخص تكون فيها 80 تلقاو فيها علامات تحديد السرعه ب 100. انا كسائق كنعرف بان طريق جهوي خصني نمشي 80 ولكن كنلقى 100 كنمشي 100، ولكن ملي كنزيد 20 كيلومتر فوق هذيك العاده كتولي كتشكل عليا خطأ، بمعنى هذاك العنصر البشري المسؤول على التشويه الطرقي راه دفعني باش كندير واحد المخالفه اللي انا كنظن بانها غادي بالسرعه اللي هي المحدده، وبالتالي انه كيخصنا نعطي لكل حق حقه فيها بما يتعلق في العنصر البشري. كذلك العنصر البشري المسؤول على التشويه داخل المدارات الحضريه، وهنا نبغي نرجع بان دو الاختصاص هما المجالس الحضريه، لان الميثاق الجماعي واضح. المادة 49 و50 و52 أعطت صلاحيات واسعة في مجال السلامة الطرقية. المنتخبين عندهم هذا الوعي وبالنسبة لهم السلامة الطرقية هي أولوية. هذه المسألة اللي بغيت نحدث عليها، بأن رؤساء الجماعات أو لا الموظفين المشرفين على الأقسام الخاصة بالسير والجوالات داخل المجالات الحضرية، بأن كنظن بأن واحد العدد كبير منهم اللي كيعملوا في هذا المجال هما كيعملوا بواحد المجال اللي هو ما بنيش يعني على مسائل هي علميه في وضع العلامات التشويه داخل المدارات الحضريه، وان كانت هذه اللجان كتشتغل بواحد الشكل جماعي، تحضروا فيها الناس ديال الامن، تحضروا فيها الناس ديال الجماعه، الناس تقنيين باش كيحطوا واحد العلامه اولا كيزولوها، ولكن الخطير جدا هو انه كنلقاو بعض يعني القرارات الجماعيه بوضع اولا ازاله العلامات كنلقاو متكرره، وبالتالي انه هو لا المواطن مستعمل الطريق ولا رجل الامن كيلقاو واحد الصعوبات في تطبيق هذه المساله اللي هي اللي كنحتكموا فيها. طيب كذلك مساله اللي هي سمحتي يوسف المرتبطه، نرجعوا لها دائما رخصه السياقه مرتبطه بالنقاط. قبيله تحدثنا على سائق الدرجه الناريه، القانون باش ملي كيعاقب علاش قلت انا مساله هي ملحه ديال الموتور اللي كيخصو تيكون عنده رخصه السياقه او لا تكوين، لانه هو ملي كيكون كيسوق وكيدير مخالفه كيخلص بحاله بحال مول الطوموبيل، الا حرك الضو الحمراء 700 درهم، مول الطوموبيل كيمشوا له بعض النقاط ومول الموطور ما كيمشوش له، الا ما خلصش كاين بعض الان اللي كيدوا له الموطور ديالو الفويان. طيب وبالتالي بدينا انه هو بدينا ما حش المساله بدينا كذلك جبتي المساله ديال المدونه ديال السير القانون. انا حنا كمجتمع كنشوفوا مجموعه ديال المواد داخل المدونه اللي كيخصها الاستعجاليه، حقيقه كاين هناك واحد الزهق بواحد الشكل اللي هو سريع داخل الطرقات، حوادث اللي كنشوفها مؤلمه، وكاين عمل ديال الادارات
لا المؤسسات الشيعيه ولا وزاره النقل ولا الامن الوطني، مجموعه الناس كتشتغل ولكن الوتيره ديال الاشتغال ديالو ما كتوازيش الوتيره ديال الحوادث. انتم كمجتمع مدني، وبالتالي انه انتم كمجتمع مدني باش ابدا انا ما بقاش الوقت. المواد المليحه الماده 137 المتعلقه باللجان الاداريه ديال البحث في حوادث السير خصها تفعل بسرعه. المساله ديال 160 بقات دقيقه باش نخلص المجموع 60 اللي كتعلق بالسحبه وخصها السياقه كذلك يعني تفعيل واحد المجموعه. راه التعديل كاين في البوابه ديال الامانه العامه للحكومه، راه خصكم تعطيو. اذا خصنا تعطيو، اسمح لي، اذا خصو يعرف واحد الوتيره مستعجله راه خصنا تعطيو انتم دابا هذه المسائل. هذا خصو يعرف واحد استعجاليه، لان التعديل راه كاين في البوابه. مزيان 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 تقريبا واحد 20 يوم تقدم. طيب ما بقاش الوقت، طيب ما بقاش الوقت. دابا السؤال باش نختموا، بدينا بالتشجيع، واش انتم كمجتمع مدني في جمله واحده واش متفائلين؟ مجتمع مدني كيف سمعوا المجتمع هذا، سمعوا لكم اللي باش نختموا. احنا كمجتمع مدني متفائلون لان كنشتغلوا دائما كنتواجدوا، لان المجتمع المدني المتخصص في السلامه الطرقيه كيميزنا واحد الميزه، التواصل المباشر والسريع مع مستعمل الطريق، وبالتالي الخطاب كيدوز بشكل سلس. كذلك انه هو كندعيو جميع مستعمل الطريق في جميع ربوع المغرب انهما يواكبوا هذا التطور ويكونوا متفائلين، لانهما الحلقه اللي كتنجح هذا المخطط او لا كتفشلوا، وبالتالي انه لا نخالط الجميع، المستعمل الطريق بالدرجه الاولى ثم باقي الشؤون الاخرين اللي يعني مسؤولين من السلامه الطرقيه. كنظن باننا غادي نوصلوا لارقام اللي هي مشجعه جدا في هذه السنه ان شاء الله. السياسيين على ان روح واحده عزيزه عند الله وعند الجميع، ولا يشرفون كمغاربه روح واحده تذهب في حرب الطرقات، لا يشرفون ذلك، ولكن نؤكد على انه من اجل تحقيق النتائج المرجوه ما تقولش الوكاله من ربط المسؤوليه بالمحاسبه. لا اش تسمح ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ربط المسؤوليه بالمحاسبه، وهذا مبدا دستوري، هذا مبدا دستوري. 3300 قتيل و20 مليار درهم ونقولوا حققنا نتائج. هذا راه كانوا 4000 اسمح لي، 1400 استاذ انتم متفائلين؟ نحن متفائلون ونحن عندنا مقاربة اللي إن شاء الله غادي تعطينا نتائج جيدة ومشجعة. وهذا الإشكالية ديال حوادث السير والسلامة الطرقية هي إشكالية وطنية ما فيهاش تزايد، الكل معني بها والكل مسؤول، خاصة الأحزاب تكون عندهم يعبؤوا المواطنين. راه هذا هذه البرامج حتى في البرامج الانتخابية ما كدارش، ما كدارش السلامة الطرقية، السلامة الطرقية تدخل في البرامج ديال الأحزاب. طيب أستاذ نقطتين بعجالة. أول حاجة، وأنا المدير العام الوطني دائما في إطار الاستراتيجية راه خدامة ومازال في إطار المراقبة. حنا كما كنقولوا هاد 700 ديال روح، ولو تكون أنا حيد 700 قولي روح وحدة تربحات، كتعطينا الضوء لقدام أن الحمد لله غادي في المسار غادي خدامين. إذا غير كنأكد على جوج الحوايج بهذه التجربة المدنية اللي عشنا، كنادي أو كناشد المواطن بصفة عامة أن ملي يجلس في السيارة ديالو يستعمل الطريق يتميز بروح التسامح. راه ما تسامحنا في المجال الطرقي ما نتعاندوش مع داك الشوي اللي بغى يجري، ربما عنده اولويات الله يعاونه، ربما واحد ينشد له اليمين ويدوز، راه غادي كان بين حاجات قضيناها بتركيا اكثر من الحياه الانسان. تماما. وفي الاخير طبعا تنقول لك ما يمكن ما خصناش نغيبوا واحد الدور ديال المؤسسات اللي عنوا استقالتهم اللي هي الاسره وكذلك المؤسسه التعليميه. راه ماشي غير ولد، وممكن بعض الاباء اللي ما عرفتش ولادهم اش من زنقه تيلعبوا ولا اش من طريقه دين. اذا دور الاسره والدور الديني ربما الحلقات الدور الديني كذلك المساجد والتعبئه ديال ديال المساجد ماشي غير المراقبه. وقت البرنامج انتهى، شكرا جزيلا لضيوفي الكرام استاذ شهيدي، استاذ بوحلوش، استاذ ابو سباع، استاذ محسني. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه ميديانتيفي.com لمشاهده التسجيل الكامل لها وسيتوانيا@ميديانتيفي.com للتواصل معنا. شكرا لطيب المتابعه وفي امان الله.